مشاهدينا وبنبدا معاكم يومنا بفقره الصحافه. هيكون معانا النهارده منورنا في الاستوديو استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. صباح الخير ومبارك سعيد. صباح الخير. هنبدا باستعراض اهم الاخبار النهارده في الصحف اليوميه. نبدا. اوكي. الاهرام الصفحه الاولى 2 يونيو تحديد مصير مبارك. المصري اليوم الصفحه الاولى مبارك يستعطف بالشعر والعدلي يوزع الاتهامات. الشروق الصفحه الاولى الإخوان يبحثون دعم العوة في سباق الرئاسة. المصري اليوم الصفحة الأولى الإخوان مرشح الرئاسة الذي سندعمه لم يظهر بعد وسيكون مفاجأة للجميع. الأهرام الصفحة الأولى تمليك الأراضي لأهالي النوبة وإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية. الشروق الصفحة الثالثة 51 قرشا ضريبة على المحمول كارت وخط. المصري اليوم الصفحة الثالثة الإفتاء لحية الضابط من الأمور الخلافية ويجب مراعاة قوانين الوزارة. الشروق الصفحة الأولى خطأ إداري يؤجل تحقيق الشعب مع الإعلامي. الأهرام الصفحة الأولى مقتل 144 مدنيا وصحفيين غربيين في حمص وأدلب بسوريا. المصري اليوم الصفحة الأولى تل أبيب تشكو بطل الجود المصري لرفضه مصافحة لاعبها المزعوم. الأهرام الصفحة الأولى شاب مصري يدخل تصفيات ناسا بالعنكبوت. نبدأ أول خبر من الأهرام. الحقيقة امبارح كان ختام مسك لمحاكمة القرن، والحقيقة احنا يعني زي ما بنقول دايما أهمية محاكمة حسني مبارك والذين معه، انها لاول مره في تاريخ الشعب المصري يستطيع ان يحاكم رئيس، ومجرد وجود الرئيس في قفص الاتهام ومعه وزير داخليته واقطاب جهازه الامني، ده في حد ذاته ده الانجاز الاول او الانجاز الاكبر للثوره. حكم القضاء بعد كده الحقيقه يعني يجب ان احنا كلنا نكون مؤهلين ونكون مستعدين للقبول به، ان كان بالادانه او ان كان بالبراءه او ايا كان، لانه لازم كلنا نتفق او نتوافق على ضروره احترام احكام القضاء. الحقيقه يعني احنا مش هنطلب المحاكمه تبقى على المزاج، مش هنطلب احكام، احنا بنطلب المحاكمه تكون نزيهه وعادله وغير خاضعه لاي مؤثرات. فعشان كده يجب انه يوم 2 يونيو الحقيقه يعني انا هو يوم نتحسب له جميعا، يعني لانه الناس بشكل كبير وجزء كبير من الرسائل الاعلاميه كمان مخلية الناس منتظرة الحكم، مش منتظرة مش يعني منتظر الحكم ومستعدة للاعتراض عليه. وده هيبقى مسألة الحقيقة مسألة غير جيدة وغير مناسبة على الإطلاق، اللي هو لا تعقيب على أحكام القضاء. يعني احنا نقول انه نحترم أحكام القضاء. تمام. الخبر الثاني مبارك يستعطف بالشعر والعدل يوزع الاتهامات. طبعا هو جزء في امبارح كان او كان يوم خاص بالمتهمين الاثنين، كل مبارك والعدل قدموا مذكراتهم، ومبارك قال انه قدم مذكره مكتوبه وقال فيها ختمها يعني بان بلادي وان جارت علي عزيزه وقومي وان ضنوا علي كرام. والحقيقه افضل تعليق هو في على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي انه مبارك اساء كثيرا لعزيزه يعني وعمل فيها بهدلها جدا 30 سنه، فالحقيقه يعني هذا البيت من الشعر لم يكن مناسب خالص لانه هو ما تعاملش مع مصر ابدا باعتبارها عزيزه خالص. والعدلي؟ العدلي يعني هو العدلي الحقيقه طبعا هو المتهم او الفعل الاصلي في الجريمه، وتوزيع الاتهامات الحقيقه امبارح لم يكن يعني هو ادان نفسه اكتر من انه براها، لان كل نقطه كانت ضد النقطه اللي قبلها. يعني في البدايه بيقول لا احنا ولا جهاز المخابرات كنا نتوقع حدوث هذه المساله، وبعدين يقول انه حماس وحزب الله جوهم وعملوا وقتلوا. طب اذا كنا اجهزه المخابرات ما كانتش قادره تتوقع، فازاي حماس وحزب الله كانوا قادرين يتوقعوا؟ لكن الحقيقه طبعا انه برضه المذكره بتاعته رغم طولها لم تكن فيها لم يقدم ما ما ما, ما حتى ما يدعو الى الشعور مع بالتعاطف. كمان ان هو يعني هو اللي قال للرئيس مبارك ان هو محتاج ان الجيش ينزل الشارع المصري. يعني هو الجيش نزل، الحقيقه الجيش نزل بعد ما الناس ماتت. يعني ما فيش مشكله او ما فيش علاقه، يعني نزول الجيش من عدمه لا يبرئ حبيب العدل ولا يبرئ الشرطه من تهمه قتل المتظاهرين، لان اغلب النسبه الاكبر من القتلى او من الشهداء سقطوا قبل الساعه الرابعه او قبل نزول الجيش للشارع. طيب هناخد الخبر الثالث والرابع مع بعض، هما خبرين متضاربين بس
يعني هنقولهم، الإخوان يبحثون دعم العوض في سباق الرئاسة، والخبر الثاني الإخوان مرشح الرئاسة الذي سندعمه لم يظهر بعد وسيكون مفاجأة للجميع. إزاي بقى؟ هو الحقيقه الخبرين مع بعض بيدوا بس يعني دلاله انه في حاله من الارتباك او عدم وضوح الرؤيه لدى جماعه الاخوان، لانه فعلا الحقيقه انه طبعا هو ما فيش مرشح ضمن مجموعه المرشحين يستطيع جماعه بتركيبه وبايديولوجيه الاخوان المسلمين ان تعطيه صوتها بشكل واضح. كمان في الحقيقه يعني لازم نتفق، هو في نوع من الانقسام داخل الجماعه بسبب الموقف من المرشح عبد المنعم ابو الفتوح، هو اخواني منشق على الجماعه او خرج من الجماعه منذ فتره، يحظى بدعم قطاع عريض من الشباب، لكن قياده الجماعه مش من الناس اللي مياله له، فعلشان كده في هذا النوع من الارتباك. يعني عندما تتحدثي الى احد مصادر الجماعه يعطيك معلومه، ولو تحدثت الى مصدر ثاني هيديك معلومة ربما تكون متعارضة. النقطة بس اللي أحب أركز يعني أحب أعلق عليها، أن المرشح، فكرة أن المرشح الذي لم يظهر بعد، يعني إحنا من المؤكد أن الانتخابات ليست سباق قصير الأجل، ده سباق طويل، ماراثون مش سباق مسافات قصيرة. فيعني أنا مش عارف إيه المرشح اللي ممكن يظهر وفي خلال شهرين وقت قليل قوي يقدر ويعمل الدعاية بتاعته بالظبط. يعني المسألة كمان إنه انتخابات الرئاسة دي مش انتخابات نقابة، مش انتخابات، ده انتخابات عايزة تمتد من أسوان إلى الإسكندرية، 27 محافظة يجب أن يزورهم المرشح الرئاسي إذا كان جدا. فحكاية إن المرشح الذي لم يظهر بعد ديت أنا يعني هو وسيلة الحقيقة وسيلة حتى غير ذكية للهروب من الإجابة. لا، هذا الكلام طبعا كلام يعني المرشح لن يخرج من عن المجموعه المطروحه منذ ما قبل الاطاحه بحسني مبارك. يعني المجموعه اللي معانا دلوقتي هي مجموعه موجوده اذا استثناء احمد شفيق، فهي موجوده من قبل الاطاحه حتى بحسني مبارك، ولن يخرج عنهم المرشح. تمام. الخبر الخامس من الاهرام، تمليك الاراضي لاهالي النوبه وافاء المسكن الخاص من الضريبه العقاريه. يعني من الاخبار الجيده الحقيقه، اولا فيما يخص طبعا اخواتنا في النوبه، طبعا مأساة النوبة تعود إلى بناء سد أسوان ما قبل خزان أسوان، قبل حتى السد العالي، وزادت مع بناء السد العالي. السد العالي أو بحيرة ناصر قامت على أنقاض أراضي الناس دي، والحقيقة من حقهم يتملكوا الأرض. والحقيقة لازم كمان الحكومة وهي بتدرس خطط التنمية وبالتحديد التنمية الزراعية، الفلاح يحتاج إلى أن يشعر أن الأرض ملكه حتى يزرعها. فكرة أنه حق الانتفاع يصلح مع الشركات ومع المساحات الكبيرة، إنما مع صغار المزارعين زي أهالي النوبة يجب أنه يكون التمليك هو الأصل لأنها أرض زراعية. إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية ده إنجاز كبير، لأنه إحنا من زمان قوي من ساعة ما يوسف بدرس غالي الوزير الهارب طرح الفكرة دي، وبوح صوت الكثيرين للمطالبة بأنه المسكن الخاص ليس استثمار وليس لا يعطي دخلا حتى أدفع عنه ضريبة. صح. فالحقيقة أنه ده إنجاز يحسب لحكومة الجنزوري انه قررت اعفائه من الضريبه العقاريه. طيب الخبر السادس من جريده الشروق، 51 قرشان ضريبه على المحمول كارت وخط. هي الضريبه يعني اتضح لما تواصلنا مع الشركات ان هذه الضريبه موجوده من زمان، ضريبه الدمغه دي موجوده من زمان، وكانت الشركات بتتحملها لكنها كانت قررت موجوده بعدين اتشالت. لا، كانت موجوده، الشركه بتدفعها، يعني الشركه 50 قرش في الشهر للنص جنيه في الشهر للمشترك على سبيل الدعايه، على سبيل التشجيع، فكانت هي بتسددها نيابه عن المشترك. لا بس هو كان في الاول مثلا الكارت كان ب 100 جنيه كانوا بتدفع مثلا 110، دلوقتي رجع من فتره بقى ب 100، فهي كانت موجوده اصلا كان بيدفعها المشترك. لا، هي ال 110 دي كانت ما كانش لها علاقه بالضريبه، كانت لها علاقه بالتوزيع وبنسبه الموزع وعموله الموزع، انما الضريبه دي ضريبه الدمغه غير ضريبه المبيعات. ضريبه المبيعات هي اللي كانت 10 جنيه على الكارت اللي ب 100، انما ضريبه الدمغه دي هي نص جنيه في الشهر على المشترك. هي موجوده من الاول وكانت الشركات بتدفعها. الحقيقه انا مش شايف انه من حق الشركات بعد 10 سنين من بتقدم الخدمه بتاعتها تاخد قرار منفرد بانها تقرر انها مش هتدفعها. هي التزام ارتضته على نفسها في طوال هذه السنوات، ما ينفعش بقرار منفرد ومن جانب واحد تقرر ان هي لا تعيد تحميلها على المستخدم. الخبر السابع من المصري اليوم، الافتاء لحيه الضابط من الامور الخلافيه ويجب مراعاه قوانين الوزاره.
طبعا بعيدا عن الامور الفقهيه في مساله اللحيه، الحقيقه انه هؤلاء الضباط اساءوا التصرف تماما في اثاره هذه القضيه من الاول. الضابط الذي يفكر في اللحيه والذي بلغ من الالتزام ما جعله يفكر في اللحيه كان من الاولى به ان يتذكر انه في رباط وانه يجلس على ثغر من ثغور المسلمين لتامينهم، فكان الاولى انه يهتم الاول باعاده الامن والانضباط للشارع المصري، وبعد كده نبقى نفكر فيما في خطوه تانية. يعني المسؤوليه الاولى قبل ما اربي لحيتي ادي عملي بالصوره التي يرتضيها الله، ثم افكر بعد كده في النوافل وهي اطلاق اللحيه او عدمه. في قوانين الوزاره الداخليه ماده بتقول ان ممنوع ان الضابط يربي لحيته؟ هو الحقيقه الداخليه لانها طبعا هيئه مدنيه عكس الجيش، يعني القوات المسلحه مؤسسه عسكريه، فالشكل فيها جزء، يعني حلق اللحيه في الجيش منصوص عليه في اللوائح الرسميه، الامر ليس كذلك في الداخليه. لكن في نفس الوقت زي ما هو مش مسموح للضابط انه يروح بجلباب الشغل بتاعه انه يلبس البدله، من حق على فكره هو من حق اي مكان عمل انه يحدد الهيئه التي يظهر عليها العامل عنده، الموظف اللي عنده، يعني اذا كان في طبعا فيما لا يخالف العرف العام للمجتمع. فيعني احنا هم الحقيقه هؤلاء الضباط رغم يعني حسن نواياهم او سوءها لكنهم اثاروا قضيه في بلا اي داعي وبلا اي قيمه في وقت احنا محتاجين الشرطه مطلوب منها حاجات كتير جدا قبل ما نشوفهم ملتحين او غير ملتحين. تمام. الخبر الثامن من جريده الشروق الصفحه الاولى: خطأ إداري يؤجل تحقيق الشعب مع العليمي. طبعا النائب زياد العليمي اكيد كل المشاهدين وكل الناس متابعين القصه بتاعته مع المشير حسين طنطاوي ومع الشيخ محمد حسان وتجاوزه في حقهما، وانا الحقيقه لم يعجبني اداء النائب في مجلس الشعب وتهربه من الاعتذار اللي تقريبا يعني في ناس كتير قوي اتفقوا ان هو اخطا. والحقيقه يا جماعه لازم يعني فكره ثقافه الاعتذار دي ثقافه مهمه جدا، يعني قد اخطئ، كلنا يعني كله ابن ادم خطاء. صح. مساله الاعتذار كمان لا تنتقص من القدر، وانا كان تقديري انه لو كان اعتذر في مجلس الشعب وبصوره واضحه وصريحه كانت يعني كان هيستفيد اكتر بكتير من الموقف اللي هو فضل يعني يعتذر ولا يعتذر. يعني هو هذا الاعتذار اللي قاله انا ما حسيتش ان هو كان بيتصرف بشكل موفق، خصوصا كمان انه فعلا احنا الثقافه المصريه الثقافه تجل الشخص اللي بيعتذر، يعني احنا دايما نقول ان اللي بيعتذر ده بيجيب الحق على عليا حتى لو ما كنتش انا اللي غلطان. صح. حتى لو كان هو اللي غلطان، فانا يعني لم يعجبني الحقيقه اداؤه في هذه المشكله، وفي نفس الوقت احنا حتى تحولت لقضيه مجلس الشعب برضه نرجع تاني وراء حاجات كتير قوي. صح. اكتر غير من مجرد اعتذار نائب ياخد جلسه وجلستين يعني. تمام. الخبر التاسع: مقتل 144 مدنيا وصحفيين غربيين في حمص وادلب بسوريا. يعني حلقه جديده في مسلسل القمع الدموي اللي بيمارسه نظام بشار الاسد، اللي هو بيتصور عن حماقه وعن جهل الحقيقه، لان كل كتب التاريخ وكل تجارب البشريه قالت انه القمع الدموي لا يثبت حكما. يعني قذافي قتل ما يقرب من 50,000 ليبي، وفي الاخر كان مصيره وكانت نهايته بالصوره اللي شفناها، ولا اتصور ان مصير بشار الاسد سيختلف كثيرا عن مصير القذافي. تمام. الخبر العاشر من مصر اليوم: تل أبيب تشكو بطل الجودو المصري اللي رفضه مصافحة لاعبها المزعوم. هو الحقيقة إسرائيل بتتجاهل الحقيقة المهمة، وهي أنه الشعوب العربية لن تقبل بها دولة احتلال، وإذا كانت تتصور أنه يعني في وقت من الأوقات هنتعامل معها باعتبارها دولة طبيعية وهي تمارس هذا الاحتلال على الأراضي الفلسطينية فهي واهمة. وتصرف البطل رمضان درويش مجرد تصرف عادي جدا، يعني تقريبا أي مصري في أي مكان هيتصرف بهذا الشكل بعيدا عن اي تفاصيل اخرى في الموقف يعني. صح. الاهرام الصفحه الاولى: شاب مصري يدخل تصفيات ناسا بالعنكبوت. يعني المصريين يعني الخبر بيؤكد الحقيقه اللي احنا برضه دايما بنقولها يا جماعه، احنا نمتلك من القدرات البشريه ما يضمن لمصر ان تحقق انجازات، وعندنا طلبه وعندنا اطفال وعندنا شباب يتمتعوا بقدر عالي جدا من الذكاء ومن الموهبه، كل اللي مطلوب انه الاخوه اللي في مجلس الشعب والاخوه اللي في الحكومه والناس يعني نبدا نركز شويه على استغلال هذه القدرات عشان نقدر نبقى في المكان التي تستحقها مصر يعني. وبكده تكون خلصت الاخبار معانا النهارده. استاذ اشرف البربري، رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق، نورتنا. نورت. شكرا. شكرا. مشاهدينا، هيكون معانا دلوقتي تقرير معرض التصوير الدولي اقيم بقصر الامير طاز، معرض للتصوير الدولي لملتقى الاقصر في دورته الثالثه.
وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين الأجانب والمصريين. تابعونا بعد الفاصل.